مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم شاي اخضر. حلقتنا لليوم رح نتناول الحديث عن احد اكثر الامراض، امراض العمود الفقري شيوعا، انه الديسك الذي ارتبط في الاذهان بالعمليه الجراحيه والالام الشديده. فهل من سبل اخرى للعلاج وكيف تتم الوقايه ممن عندهم الاصابه بهذا المرض؟ هذه الاسئله وغيرها الكثير من التفاصيل سنتعرف اليها، ولكن بعد هذا التقرير. مجموعة من الفقرات المتوضعة فوق بعضها البعض من أسفل الجمجمة إلى أعلى الحوض، إنها العمود الفقري للإنسان الذي يشكل الدعامة الأساسية للجسم ويسهل الحركة إلى جانب باقي أقسام الهيكل العظمي. يتكون العمود الفقري من 24 فقرة متحركة و7 ملتحمة، فيما تتكون كل فقرة من جسم ونتوءات ترتكز العضلات عليها، وحفرة تشكل مع الحفر الأخرى القناة الشوكية التي يسكنها النخاع الشوكي، بالإضافة إلى وسادة إسفنجية أسطوانية الشكل ندعوها القرص أو الديسك. العمود الفقري بأقسامه المتعددة قد يتعرض للإصابة بالأمراض الناجمة عن عدم الاهتمام بصحته بشكل جيد، سواء من خلال اتباع بعض السلوكيات والعادات الخاطئة في الجلوس والوقوف أو حمل الأشياء، أو بسبب التعرض للحوادث، الأمر الذي قد يصل بالفرد في حال الإهمال إلى غرف العمليات الجراحية. وحتى لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة الخطيرة، لابد من الاهتمام بصحة العمود الفقري من خلال التغذية المناسبة وممارسة الرياضة والمسارعة إلى الطبيب في حال الشعور بأي ألم غير طبيعي. مشاهدينا، انقراص الفقرات الانزلاق الغضروفي الديسك، هل هي مسميات لحالة مرضية واحدة أم لا؟ ما هي الأسباب الإصابة بها وكيف نعالجها؟ هذا ما سنتعرف إليه من الدكتور تامر الأمير تامر، الاختصاصي بالجراحة العصبية. أهلا وسهلا فيك، نورت برنامجنا دكتور، يسعد أوقاتك. طبعا هذا مرض العصر، هذا المرض الشائع بين الشباب نسبة كتير كبيرة وبين الكبار في العمر. بدنا نتعرف من حضرتك، هل فعلا مثل ما قلنا بالبداية أنه هدول المصطلحات، انقراص الفقرات، الانزلاق الغضروفي، كلياته تحت مسمى الديسك، أم لكل حالة هي مرض بحد ذاته؟ هلأ نحن أول شيء نقول أنه على كلمة أكثر شيوعا لازم نعرف أنه 90% من البشر بلحظة ما، في مكان ما، في زمن ما من عمرهم راح يحسوا بالألم القطني أو الألم الظهر. طبعا 90% من هدول 90% بيكون الامور عاديه وعابره وبتحسن بعدين، وبيبقى 10% اللي نحن عم نحكي عليهم هلا، اللي هن اللي ممكن نشخصهم انه عندهم ديسك او انزلاق غضروفي، وهن هدول مترادفتين لكلمه واحده ومعنى واحد. طبعا الانزلاق الغضروفي هو التعريب لكلمه ديسك هيرنيشن، يعني فتق النواه اللبيه او فتق القرص الغضروفي، هو التعريب له كان اسمه انزلاق غضروفي. يكون في ماده غضروفيه عم تطلع من المكان المخصص لها وعم تضغط على العناصر المجاوره لها. اما الانقراص فهو المسافه او السماكه تبع هي الديسك او تبع هذا القرص اللي عم نحكي عليه، بتصير في تناقص بهي السماكه، وبالتالي تتقارب الفقرات من بعضها. هلا الثلاث علامات بيشتركوا انه هن دليل على تنكس بالمسافه الغضروفيه او بالمسافه القرصيه الغضروفيه، اللي قلنا عنها بالتقرير انه هي الوساده او 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 النسيج الطري اللي بين الفقرات. تمام. حقيقه التكامل بين الاربطه والعظم، بين هي الوساده الاسفنجيه الغضروفيه اللي هي تمتلك كثير من خواص المرونة، هي اللي بتعطي العمود الفقري الميزتين الأهم له،
اللي هو أول شيء المرونة، بحيث عم يعطيني مجال للانحناء وتغير زوايا الجسم وزوايا الجزء، بنفس الوقت الأهم منه القوة والصلابة حتى يقدر يشيل وزننا ويشيل كل الحمل اللي ممكن نحن نحطه عليه. هي الميزتين المتناقضين اللي هي المرونة والقساوة، اللي هي العلاقة بين الوسادة اللي حكينا عنها واللي ممكن تطلع وتساوي انزلاق والعظم المجاور لها. طيب نحكي أكثر عن الديسك دكتور، شو هي الأعراض أو هي الحالات اللي بيصيب العمود الفقري بهي الحالة لحتى نشخص بما يعرف الديسك؟ طيب هون لازم ننوه على شغلة حتى الناس تفهم شو هو الديسك. تمام. الديسك هو عبارة عن الفقرة وتحت فقرة وفي بيناتهم فراغ. طبعا. هذا الفراغ منشان يأمن وسادة يقدر العظم يحرك عليها بدون ما يحتك ببعضه، في حلقة ليفية، حلقة من الليف، وبقلبها في مادة غضروفية. مهمة هالحلقة انه تتوزع فيها المادة الغضروفية وما تخرج لما منميل بهاي الدرجة او بهاي الدرجة، تضل مكانها حافظة على يونت يمكن الحركة طبعا انت، لانه اذا في مادة هون لينة او هلامية وانت عم تحركي هيك او هيك ممكن تطلع باي تمام. حركه بسيطه تمام. او تتحرك من مكانها. كيف بنثبتها؟ رب العالمين خلق لنا شيء اسمه حلقه غضروفيه. هلا اللي بيصير عندنا بالديسك انه نتيجه العمر، نتيجه الحركات المتكرره ونتيجه الضغوط المتكرره وحمل الاشياء الثقيله، بيصير في نشفان بهذا القرص الغضروفي تمام. وبنفس الوقت في تمزق بالحلقه الليفيه وبتطلع منها هي الماده الغضروفيه. هون صار اسمه انفتاق نوالبية أو انزلاق غضروفي هن نفس الاسم. والنتيجة المهمة هون أنه نحن تنقص المسافة بين الفقرات، صير شيء اسمه انقراص فقرات تمام. والأهم أنه إذا كان الانفتاق باتجاه العصب هون بيكون بقى المشكلة الأكبر، لأنه بينضغط العصب اللي بيكون مارر بجانب هذا الغضروف بينضغط بالغضروف وبيؤدي لحدوث أعراض عصبية غير الألم، الألم اللي بيصير بالظهر لحاله والأعراض العصبية بتجي لحالة تانية. بصير عند المريض شيء بيشابه التهاب العصب الوركي تمام. ألم وخدر بالطرف حسب جهة الفتق، مع حدوث ببعض الحالات المتقدمة ضعف بالرجل أو ضعف بحركة العضلة المسؤول عنه هذا العصب، لأنه العصب تحت الضغط الشديد تنقص ترويته وبيبلش يتموت. تمام دكتور، العمود الفقري بيتألف بمجموعة من الفقرات، بنعرف هذا الموضوع، بتختلف الإصابة مثلا بين فقرة والثانية، مثلا في عنا الرقبية أو القطنية، أو أنه جميع الإصابات بتندرج تحت هذا المسمى أو النوع؟ حقيقة عمود الفقري بيمر فيه عناصر اثنين مهمين، هو النخاع الشوكي، النخاع الشوكي والجذور العصبية اللي بتتفرع من النخاع الشوكي تمام. واللي هي بتطلع للجسم. هلا ميزة الفتوق النوالبية الظهرية والرقبية يعني العالية انه ما بتضغط فقط على الجذر العصبي او العصب اللي طالع، لا بتضغط على النخاع الشوكي نفسه في بعض الحالات، طبعا مو بكل الحالات. الضغط على النخاع الشوكي ممكن يؤدي للتموت فيه، وبالتالي انه يصير عنا اعراض عصبيه خطيره جدا للايد، مو بس للايد فقط، لحتى الرجل ممكن تاثر على المسرات. اما الديسك في الفتوق القطنيه فعاده هو بياثر على الجذور العصبيه، ببعض الحالات الشديده بياثر على كل الجذور العصبيه، بس هذا بيؤدي لاعراض حسب العصب المصاب. اما في الفتوق النوالبية الرقبية ممكن يؤدي لاعراض بكل الجسم تمام. طب دكتور نحكي شوي اكثر بالتفصيل انه شو الاسباب لحتى انا وصلني لمرض الديسك او حتى انقراص الفقرات او مثل ما ذكرت حضرتك فتق نواة لبية، شو هي الاسباب؟ هلا الحقيقة أول شيء والسبب الأهم هو التقدم بالعمر. مع التقدم بالعمر ببلش بيصير عنا واحد نقص بالتميه تبع الغضروف تمام، بتلاقي ببلش بنسميها بالعامي نشفان بالأربطة تبع المفاصل، فبتصير في نشفان في الأربطة تبع المفاصل، نقص بالتميه تبع الغضروف، بفقد المرونة والمقاومة اللي كانت عنده لما كان الإنسان طفل أو بأول العمر. مع نمط مهم جدا كثير بننسأله نحن الأطباء هو إنه الوراثة إلها علاقة، الوراثة ما إلها علاقة، ولكن عادة الأطباء جراحة العمود الفقري بيصنفوا العمود الفقري لأربع أنماط طيب A B C D حسب شكل الزوايا تبع العمود الفقري وارتباط الفقرات مع بعضه.
بعض الأنماط اللي هي نحن بنصنفها أي ودي وما بدي أدخل بالتفاصيل، هي الأشياء أنه يصير عندها فتوق نوالبية لأنه الزوايا بتوزع الجهد بشكل سيء، فبالتالي المريض تلاقيه شايل مثلا 10 كيلو أو 15 كيلو بحركة خطأ صار معه فتق نوالبية، وفي ناس بتلاقي شايله براد طالعة ونازلة وما عم يصير معها هذا. هذا له علاقة بالبنية تبع العمود الفقري. بيجي طبعا بعدين نمط الاستهلاك تبع العمود الفقري، انت عندك عضو عم تستهلكي بطريقة حياة بكل تفصيل بحياتك، من وقت ما بتتجلس الانسان من تخت هو عم يعتمد على عموده طبعاً. الفقري فانت كيف تستهلكي بوضعية العمل بوضعية القعدة وحتى وانت مرتاحة كيف بتعدي شو النوع اللي بتشتغلي شو اثناء العمل شو النوع اللي بتشيليه او بتحطيه او الوضعيات اللي بتحطي فيها ظهرك، هذا بيقرر نحن إذا بده يصير في أزياد بالعمود الفقري سواء كان انزلاق غضروفي أو غيره من الأزياد. طيب دكتور شو الأعراض اللي ممكن أنا أحدد أنه أنا فعلا معي ديسك قبل ما أتوجه للطبيب؟ يعني أحيانا الإنسان هو نفسه بيلاحظ بعض الأعراض اللي بتظهر عليه مثل خدر مثل ألم مثل ممكن تتشابه هاي الأعراض بشكل تاني للمرض مثلا مثل ما ذكر حضرتك، كيف أنا بدي أحدد أنه أنا معي ديسك فعلا؟ هلا عليك اللي قال لك شغله، ألم العمود القطني يعني شائع جدا، يعني ما في حدا مننا اكيد الا حس بألم بظهره ولو اثناء مثلا الانفلونزا قريب صار في ألم بظهره. هلا ايمتى نقول انه لا والله انا عندي اصابه بالعمود الفقري تماما. وممكن انا راجع احيانا تكون تشنجات مثلا ممكن تحصل تشنجات احيانا كولنج كلوي تماما مثلا واحد وجعته خاصرته انه انا والله معي وجع بظهري ولا بالكليه هون بدنا نعرف الام العمود الفقري الام ميكانيكيه لها علاقه بالحركه والجهد والتعب. يعني انا لما عم قوم لما عم فيق الصبح عندي يبوسه بظهري فمعناته عندي مشكله بمفاصل ظهري فانا ما هون المشكله بظهري ما انا تشنجات بسبب الاحشاء. لما انا بحاول انه اثبت بوضعيه معينه وما احرك لانه اذا حركت رح يصير في الم شديد بظهري هون المشكله بالعمود الفقري لانه المسؤول عن الحركه هو العمود الفقري تمام. وبالتالي هو عم يحاول يحد من الحركه لانه فيه مشكله. الاهم اللي لازم نوجه انه صار في عندنا مش لازم نراجع طبيب واحد انه ما نستجيب على العلاج. يعني أنا يوم ويومين وثلاثة ومتشنج وآلام وما عم برتاح واستخدمت المراهم استخدمت الكمادات التدفئة وما مشي الحال هون لازم نراجع الطبيب لأنه بجوز يكون في آفات عم تهدم الفقرات أو في أمراض معينة التهابية حتى حمى مالطية سل هي عم تصيب الفقرات ولازم نطلع من موضوع بس تعب وتشنج. تمام. اثنين أنه تصير في عنا أعراض عصبية اللي قلتي الخدر التنميل الألم الحاد اللي بينزل على الرجل فقدان الإحساس بطرف من الأطراف أو عدم الإحساس بمنطقة من الجلد معينة هذا كله بيدل أنه وخاصة بتزيد لما المريض بينتبه على حاله أنه أنا لما بحرك لما بمشي كتير لما بتعب بتزيد هاي الأعراض معناتها لا هون في عنا أزية عم تضغط على الجزر. ما بننطر طبعا أكيد لبين ما يصير عنا ضعف بحركة الرجل لحتى نراجع الطبيب لأنه هون بكون نحن تأخرنا عن العلاج بيصير يعني الموضوع إسعافي تمام. فنحن هون لا قبل ما نوصل لهي المرحلة من وقت ما تكون الأعراض حسية بنسميها العلاقة بنقل الحس قبل ما بنقل الأوامر هذاك الوقت لازم هون نبلش الاستقصاءات اللي لازم نعملها والفحص السريع لنحدد وين الألم تمام. طيب دكتور أحيانا مثلا بيكون المريض عنده صحة زايدة وزن زايد بينام نومة مثلا تعرف أنت في كتير أشخاص بتنام على طرق على جنب واحد للصبح ما كتير بتتقلب أو شيء بتفيق ما بتحس برجلة بتحس في خدر في نمال ما بتحس ابدا بجلده او بجسمه يا ترى هذا له علاقه كمان بهي ولا لا؟ هون في انضغاط العصب على مساره وليس بالجزر من فوق. تمام. هلا اذا بدنا نفرق بيناتهم وان كان هذا موضوع اختصاصي عاده هذا الخدر والتنميل مؤقت اثنين ما بيرافقوا الم تمام يعني بس يروح خلص ألم. هذا مثل ما قلت حضرتك بيكون مؤقت اما نحن اذا ما معه الم فجأة أنا فقت لقيت هالمنطقة هاي ما عم حس فيها بس مروح واجي وما بيزيد مع الحركة وما بنقص مع الراحة فمعناتها لا هون في رد على العصب وبده وقت طبعا ليتحسن. تمام. طيب دكتور كيف بتم تشخيص علامات الديسك عندكم بالعيادة؟ يعني توجه المريض عندكم أكيد في فحص سريري كيف أنتم مثلا بتتأكدوا أنه هذا مريض ديسك فعلا؟ في صور في تحاليل في أشعة في طبعا هلا أول شيء والأهم هو الفحص السريري
أكيد لأنه الآلام قلت بتتشابه كثير، المريض ممكن يكون قلت لك كولانشكولوي ما يعرف إنه هي كولانشكولوي ولا هو ألم عصبي. اثنين ممكن يكون المشكلة نقص تروية بالرجل، تعمل خدر وتنميل وألم بالرجل بس هي ما لها علاقة بالعصب، هي نقص تروية لأنه في انسداد بالشرايين. وكثير حالات مأساوية راجعتنا مشخصة خطأ إنه ديسك وكانت نقص تروية. أحيانا ممكن يكون المشكلة بالمفصل نفسه، في عنا ألم بمفصل الركبة، الناس ما بتعرف إنه آلام المفصل ما شرط يكون بس بالمفصل، ممكن يعطيني ألم ارتدادي لفوق ولتحت، فبيشابه شيء اسمه التهاب عصب وركي، بس هو المشكلة بتكون بالمفصل. هذا اللي بيفصل بيناتهم الفحص السريع. تمام. ببعض الحالات مثل آلام الورك، التهاب العصب الوركي اللي ما له علاقة بالديسك، ممكن إنه تختلط الأمور بالرغم من الفحص السريع. هون نلجأ للشيء بيساعدنا. واحد واللي هو أهم، صور شعاعية. تمام. حالياً نحن هلأ الجيل الجديد من الطب صار يعتمد على شيء اسمه مرنان، مرنان عمود قطني. نحن هداك الوقت ندرس الفقرات، ندرس الغضاريف، ندرس العصب، ندرس علاقة العصب مع الغضروف. تمام. إذا في انضغاط ولا ما في انضغاط، وبندرس العلامات التنكسية اللي صايرة بالفقرات نفسها، ومنقدر قديش في استهلاك وقديش في تناقص بعمر هاي المسافة. تمام دكتور، رح ناخذ أول اتصال معنا لليوم من ليلى من دمشق. أهلا وسهلا فيك، تفضلي الدكتور معك. ضغطي عم بيزعني. تفضلي. صار شيء سنة وجري كمان عندي، جري كمان عم يزعوني، وقال عندي المي طبع جري نستان، ورقتي من فوق كمان عندي، في عندي مناخير برقتي وعم تسحب على ظهري كمان، وبطلي فوقاني لحد تحت عم يزعوني والله. طيب يعني عفاي مريضتنا هون الخاله مبين انه هي متقدمه بالعمر. اذا بتسمعتي انه المي تبع رجلي نشفاني، هي قصدها طبعا انه في عندها نقص بالماده الزلاليه الموجوده بغضاريف الركبه، ونحن هون عم نحكي على تنكس الركبتين، مشان هيك في عندها الام بالطرفين السفليين، وهذا اللي كنا عم نحكيه تماما قبل الاتصال، انه نحن الموضوع الالم العصبي والديسك الغضروفي شيء، واللي حكته شيء، عندها آلام بكل مفاصلها اللي بتستخدم. تمام. مفاصل رقبتها، مفاصل ظهرها، ركبها، وركة، هي دليل عندها تنكس بالجهاز العظمي أو الهيكلي. طيب دكتور، بهي الحالات ممكن مثلا ترقق العظام يكون له يعني يد بهي الأمور؟ طيب هذا اللي كنا رح نحكي، إنه نحن بهي الأعمار أول شيء بدنا نشك فيه هو إنه عندها ترقق عظام. تمام. عندها تنكس بالأربطة والغضاريف واللي لها علاقة بنقص فيتامين د، عندها سوء استعمال وقلة رياضة، يعني هي ما كانت تحرك رياضة. تمام. يعني كثير نسوان البيت بيعتبروا انه هن عزلوا البيت فهن عملوا رياضة. طبعا هذا خطأ، خطأ شديد، هو عقوبة للمرأة، يعني هي استهلاك للعمود للعضلات والأوتار وليس رياضة للعضلات والأوتار. لأنه نحن لما نمسك نمسح اي شيء نعمل هي الحركة، وهي فيها استهلاك لجزء صغير من الأوتار، اما الرياضه تعتمد انه نحرك كل المفصل وليس جزء منه. يعني دكتور، هاي نصيحه منك عبر شاشه التربويه لكل السيدات، انه شغل البيت ما هو رياضه، هو عقوبه واستهلاك. استهلاك. تمام. طيب دكتور، امتى ممكن احنا نقدم علاجات قبل ما نروح للعمل الجراحي، يعني قبل ما تتطور الحاله هي ويصير في عندنا تفاقم بالوجع، تفاقم بالحاله العلاجيه؟ وذكرت ناحيه كثير مهمه واللي فعلا كثير بنعاني منها، هو نقص فيتامين د يلي بيؤدي للوجع في المفاصل. طب اذا احنا اخذنا فيتامين د عدلنا، ممكن نحس بشفاء تام من هذول الالام؟ هلا القاعده، اهم شيء لازم نعرفه، قاعده بالعلاج هي العلاج الدوائي او العلاج المحافظ لنكون صريحين. الاستثناء القليل جدا 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 هو العلاج الجراحي. العلاج الدوائي او العلاج المحافظ له ثلاث خطوات او ثلاث جداول يمشوا مع بعض. ما بصير نقول انا والله باخذ ابره، باخذ مسكن، انا عالجت نفسي، لا، خطا. العلاج خطته واساسيه ومبادئه اللي دائما بنعلمها لطلابنا من طلاب الطب والاطباء اللي عم تختص، اول شيء تثبيط الحاله الالتهابيه اللي صارت بالعمود الفقري، لانه نحن لما بتتمزق الحلقه اللي فيها لانه بتطلع النسيج الغضروفي، الجسم بيفرز مواد ينبه انه هون صار في مشكله.
لتطلع الأنسجة المسؤولة عن الشفاء تروح ترمم الموضوع. لحتى يكون كتير دقيق بهاي الموضوع لأنه له علاقة بفلسفة الشفاء اللي لازم الإنسان يفهمها. أنا لما بصير عندي جرح هون أول شيء بتورم الأطراف وبتصير حمراء وبتنز سائل مصلي ما هيك؟ تمام. وبعدها بتلاقي شوي شوي بلشت تشفى وتشكل ندبة. نحن هذا المراحل بتمر نفس الشيء بظهرنا. نحن الأدوية مهمتها اللي بنعطيها، واحد بنعطي مضاد التهاب لاستيرويدي ما له علاقة بالجراثيم مشان يخفف هذا الحمار اللي حكينا عنه والمادة المصلية، واثنين بنعطي فيتامين للأعصاب حتى العصب اللي صار عليه ضغط إذا في عنده نقص نساعده. ثلاثة بنعطي مرخي عضلي لأنه التشنج الحاد اللي بيساوي الجسم لحتى الحركة ما يصير في حركة بهاي المنطقة هو مؤلم جدا. تمام. أربعة وهو المهم وقلنا بالجدول الثاني يجب أن يرافقه راحة، يعني هذا الجرح ما بصير نضل عم نفتح ونسكر صح. عليه وكل شوي يرجع يتمزق ويرجع، راحة تامة بالسرير وما في ضغط على هاي المنطقة لحتى نعطي الجسم والأدوية وقت لحتى يقدروا يقوموا بمهامهم تساوي آلية معاكسة. الجزء الثالث الجدول الثالث واللي لازم يمشي معه خطة علاج فيزيائي لإعادة تأهيل المنطقة وتدريب على الرياضة لما ننكس. هذا اسمه العلاج المحافظ. الأدوية لحالها غير كافية، الراحة لحالها غير كافية، وعلاج فيزيائي لحالها يعني غير كافية. يعني في نظام متكامل لازم يكون، كورس علاجي كامل. وهم مهمة الطبيب هو التنسيق بين إمتى ناخذ الأدوية وقديش نرتاح وإمتى بدخل العلاج الفيزيائي وشو مهمته. دكتور على صفحتنا صفحة البرنامج في استفسار معين عم بيقول إنه هو وقت بيحس بهاي الآلام كلها بياخد إبرة مزدوجة مسكنة للآلام فبيحس براحة وبيحس بخفية بالخدر أو حتى بالوجع، لكن خلال إنه معاودته للعمل أو الاسترجاع التعب وهيك شغلات بترجع الحالة نفسها. يا ترى المسكنات طيب. بتفيد بهذه الفترة؟ هذا اللي حكيت عنه. تلك الأدوية اللي عم نحكي عنها الإبرة المزدوجة هي كورتيزون ومضاد التهاب الاستيرويدي، سواء ديكلون وديكسون أو ديبوميدرول وما شئت من الأدوية التسميات تاني. هدول مهمتهم يصبطوا الآلية اللي حكينا عنها تمام. ويمتصوا الوزمة لأنه بتعرف إن الجرح تنتفخ الحواف وبتحمر، هدول بيصبطوا هاي الآلية وبيروحوها، بالتالي ممكن يبعد شوي الالتهاب عن العصب ويحس المريض براحة. براحة. بس الآلية السبب موجود. تمام. أنا عم أقوم وأرجع أضغط على المنطقة وأرجع خلي العصب يرجع ينضغط ويرجع يتخرش ويرجع يصير في عنا أعراض تانية، فبالتالي أنا ما عالجت، أنا غطيت المشكلة. تمام. أنا غطيت الجرح بس ما تركته يلحم. طيب دكتور وقت اللي بنضطر فعلا للعمل الجراحي آخر مرحلة من مراحل العلاج إذا ما استفدنا على الأدوية رحنا للعمل الجراحي، يا ترى بيكون العلاج شافي 100% يعني العلاج تام بيكون شفاء تام؟ شو هي المراحل بتكون أثناء العملية وحتى بعد العمل الجراحي؟ طيب لك أنا رح أحكي كلامه بوضوح وبالطريقة العامية مثل ما بيقولوا، ما حدا بينقل له أنه أنت عندك عملية ديسك إلا بيكون يعني كأنه عم نقول له أنه في ورم خبيث وبنشل لك، لأنه ما في ثقافة أو ما في معرفة أنه نحن عن شو عم نعالج. طيب ليش؟ يعني هلأ عملية الديسك هي عدة عمليات ومتنوعة بشدة وعدة مدارس وعدة طرق، بتتبلش من انه نستأصل القرص اللي طلع فقط بواسطة التنظير ماشي، او انه نحن بنضطر انه نفرغ ونحرر الجذور بشكل كامل. تمام. ما بدي ادخل بتفاصيل جراحية وتشريحية بس انا بدي وصل الفكرة هون للناس. نحن ودائما بستغل موضوع الاسنان لانه اشياء، نحن لما السن بيصير فيه نخر وتسوس ومنروح منحفره ونحشي فهو السن هذا ما رجع طبيعي. صحيح. نحن حلينا المشكلة. ونحن نفس الشيء هون في الديسك، نحن عم نحاول نحرر العصب لأنه العصب عنصر نبيل، إذا تموت فنحن رح نحس بإعاقة طلع كل عمرنا. صحيح. وما في مجال للرجعة. هون الجراحة هدفها إزالة العناصر التي تضغط على العصب وليس إعادة العمود الفقري لوضعه الطبيعي.
إزالة العناصر التي تضغط على العصب وليس إعادة العمود الفقري. يعني ما عم بدل له الديسك تمام. بمادة جديدة إنه خلاص أوكي يلا شلنا لك هذا متمزق حطينا لك واحد جديد. ما في شيء مواد بتعوض دكتور هاي المادة؟ لا هلا لا أبداً. لأنه نحن كل المواد اللي حتى حديثا إنه نحط قرص غضروفي جيلاتيني ونحقنه مكان هذا نحن حتى نحطه عم نجرح عضلات صحيح. ونفوت ونشيل عظم ونحط المنطقة هاي وما ثبت فائدة كبيرة عن الباقي الأمور. لهيك الناس بتخاف دكتور، لهيك بتحسها فعلا هي عملية خطيرة جدا، ممكن يقول لك بينضرب العصب وصاب الشلل. هاي نسب كتير قليلة، يعني نحن عم نحكي عن نسبة أقل من 2% أنه يصير أزيات عصبية، طبعا ممكن يصير بس هاي نسبة كتير قليلة. بس نحن اللي أشياء أنه نحن بعد الجراحة المريض بيكون مفتكر أنه نحن خلص عملت عملية أنا يعني معناته أنا رجعت طبيعي. تمام. أنا دائما بقول له أنت لو كنت لو رجعتك لما قبل الإصابة مو قبل العملية لما قبل الإصابة بنمط حياتك اللي كنت عايشه أديت للإصابة. تمام. فما بالك بعد ما يكون شلنا لك الغضروف أنت إذا ضليت بنفس النمط رح يرجع يطلع ديسك تاني وتالت وتزيد الأزيات اللي عم تصير بالأربطة لأنه في نقطة ضعف صارت تمام. عندك هون. طب دكتور بعد العملية قديش ممكن يأخذ المريض فترة لحتى طبعا حسب العمل الجراحي نحن الديسك بالتنظير تقريبا بنفس اليوم بيتخرج المريض من المشفى بعد عدة ساعات وكمان نفس الشيء الديسك المجهري لأنه هو إنه بس نزع الغضروف الزائد بتخرج بنفس اليوم بعد 3 أسابيع ببلش يرجع لحياته الطبيعية بهالثلاث أسابيع في تعليمات معينة تمام. إمتى يقوم إمتى يقعد قديش يقعد بس لحتى العضلات والأربطة اللي كانت ملتهبة أثناء الجراحة ترمم حالها بشكل سليم طبعا بعد 3 أسابيع بيرجع لحياته الطبيعية ولوظيفته بالتدريج تمام. أكيد يعني شيء اسمه إعادة تأهيل أما في عمليات تانية اللي هي تثبيت الفقرات أو الاستئصال الغضروف التام وزرع الأقراص الغضروفية أو نسميها كيجات نحن هذا بده إعادة تأهيل أكثر ممكن تمام. يحتاج 2 لـ3 شهور تمام. دكتور معنا اتصال من السيد مظهر تفضل أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك تفضل معك الدكتور عم يسمعك دكتور السلام عليكم وعليكم السلام تحياتي كيفك دكتور هلاي. دكتور أنا عندي بنت حاليا عندها وجع ركبة اليوم فاقت ما فيها تمشي بالخالص يعني هي تشكي من ركبتها أنه والله وجعني يعني ركبتي بعد اللي عملت على الشغل حتى في ورم كمان طيب أخي هلا هي إصابة مفصلية وليست إصابة بالعمود الفقري ولا على حساب العصب هي إصابة مفصلية وغالبا في التهاب بالركبة يا أما تنكسي يا أما بسبب رد وساوى تمزق بالأربطة أو الغضاريف هذا الموضوع طبعا هلا بهي الوقت ممكن تأخذ مضاد التهاب الاستيرويدي وتراجع طبيب هلا انا حامل ما بفيدني اعطيها شيء نهائيا لا اذا حامل اكيد ما بصير تاخذ شيء الا باشراف طبيبه نسائيه بما يعني بايام معينه من الحمل ممكن تاخذ مضادات التهاب استيرويديه بس بيجيب اشراف طبيبه نسائيه وتراجع طبيب العظميه او طبيب المفاصل حتى يقيم اذا في انصباب او ازيات رباطيه طبيب عظميه ام عصبيه هون عظميه هي اصابه مفصليه وليست اصابه عصبيه نعم كثير بالشفاء شكرا أهلا وسهلا دكتور دائما عن جد كثير في خربطة بين أنه يتوجه لدكتور عظمية أو حتى عصبية يعني بتختلط عنده شوي كثير طبعا لأنه نحن هون بالبلد يعني عنا افتقاد للشيء اللي درسناه نحن برا اللي هو الطبيب العام أو طبيب العائلة اللي هو بيقيم أنه هون مشكلة عظمية ولا عصبية عادة الأمراض اللي بتترافق مع وزمة بالركبة وزمة بالكاحل وزمة بالرجل هي مانا عصبية يعني مانا التهاب عصب هذا إصابة بالمفصل نفسه عظمية. تمام دكتور بتعرف هلا الوقت مثل ما بيقول دائما بداهمنا وخاصة لما بنكون بحضرة دكتور مثل حضرتك دكتور أكيد بدنا مجموعة من النصائح للمرضى لحتى يتوقوا الوقوع بمرض الديسك أو حتى يعني يكون عندهم هيك شبه دراية بهذا الموضوع ويكونوا حذرين رح نبلش مثل ما حكى التقرير الأول إنه نحن هذا الجهاز العضلي الهيكلي أو العمود الفقري بشكل خاص هذا يستحق مننا كل اهتمام لأنه هو اللي بتعرض للجهد الأكبر والاستخدام الأكبر بحياتنا أكثر من الجلد أكثر من عيوننا أكثر من حتى من جهازنا العصبي نفسه هو اللي عليه كل الجهد كل وضعيات الجلوس النوم العمل المشي الركض كله هو اللي بيقوم فيه تمام. فهو بيستحق مننا أكبر عناية للأسف أنماط حياتنا
صحيحة وسليمة. يعني هي أكثر أنماط الحياة إهمالا لهذا الموضوع. تمام. لا في رياضة اللي هي أهم شيء، الرياضة حتى تعيد تحريك. الرياضة شو هدفها؟ تنمية العضلات اللي مسؤولة عن ربط المفاصل ببعضها، وتحريك الدورة الدموية بحيث يضل العناصر المغذية عم تجي للمنطقة بشكل سليم، وإزالة الأوزان الزائدة. اثنين، التغذية المناسبة. طبعا يعني نحن حكينا انه نقص فيتامين د، نقص الكلس، الدخول بترقق العظام اللي بيفيده كمان الرياضه. دائما النساء تقول انا ما اخذ كلس وفيتامين د، ليش ما صار عندي، ليش ما عندي صار عندي ترقق عظام؟ لانه انت ما كنتي تعملي رياضه، ما كنتي تعملي جهد كافي لحتى يبني كميه كافيه من العظم. ثلاثه، الوقايه من الامراض العامه. يعني في كثير ناس ما بتعرف انه الروماتيزم ممكن يصيب المفاصل العمود الفقري. امراض الثانيه اللي ممكن تصيب مثل امراض الجهازيه مثل السل، مثل المالطيه، ممكن تنتقل على العمود الفقري وتؤدي لتخرب الفقرات. اي مرض بيصيب العظام ممكن يصيب العمود الفقري، فلازم نحن كمان نعالجه هي على بكير. اربع، نمط الحياه، مو بس الرياضه، نمط الحياة. دائما الجهاز العضلي الهيكل بحاجة إلى كمية كافية من الراحة ليرمم نفسه. ما نستهلكه للأخير ونقول والله صار عنا مشكلة وما عم تنحل. ودائما أنا النظرة اللي بشوفها على ستات البيوت إنه أنا يعني هيك بدي أقضي كل عمري. صحيح. طيب قبل ما نختم دكتور، معنا اتصال ماهر من الحسكة، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، تفضل. والله بس دكتور، بس بدي اسالك مشان امي. تفضل دكتور. وديناها، كانت بتقول اول شيء توجعها، بعدين وديناها على دكتور بالقامشلي، قال انه معها جد. نعم. دكتور ما شو الحال؟ قال بدي عمليه. نعم. قال بس جسمها ما بيتحمل العمليه. نعم. ايه، وقال في معها تكلف بركب وما بعرف شو هالشغلات هاي. الدكتور اخذناها نحن تمشي، كانت رجعت مستعده كانه، وحتى قعدت بالارض هلا ما عاد فيها. طيب، على مثل ما حكيت لك، يعني مثل ما ختمت اخر جمله، انه دائما هي النظره اللي موجوده على الستات البيوت بالاعمار المتقدمه، انه انا معقول بدي ضل هيك كل العمر؟ هي عندك مثال نفسه لما قال لها معك ديسك ودخلت باكتئاب وبلشت تقوم تمشي. هلا دائما لك يا اخي تقرير انه بحاجه لجراحه بدها حكمه مو بس دراسه طب. نحن دائما تعلمنا من الاساتذه اللي قبلنا الموضوع هو حكمه اكثر ما هو طب فقط. يعني بدنا نقدر عمرها، خطورة الجراحة، شو بتقدم لها الجراحة. صحيح. وإذا ما عملنا الجراحة كيف رح تكون، وإذا عملنا الجراحة كيف رح تصير، وهذا مرتبط بهي شو بتقوم بحياتها. يعني أنا شو الفائدة إذا بدي أعمل لها عملية ديسك وركبها متكلسين وهي أساسا ما بتقدر تمشي أكثر من 10 خطوات بسبب ركبها؟ هون ما عاد في فايدة من العملية لو ضعفت رجلة ما هي أساسا ما بتستخدمها. تماما. أكيد بدنا نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وبدنا نشكر حضورك معنا دكتور تامر الأمير تامر، وحضرتك الاختصاصي بالجراحة العصبية. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم للفرصة. شكرا. مشاهدينا، تساهم الرياضة بشكل عام في تقوية العمود الفقري من خلال تقوية العضلات المحيطة به، كما أنها تستعمل كعلاج مساعد من خلال بعض التمارين عند بعض الإصابات والأمراض. ولكن كما نحذر دائما، بحالة المرض لابد من استشارة طبية حتى لا تؤثر الرياضة سلبا على الصحة من خلال نوع التمارين التي يتم تنفيذها. تعالوا نتعرف إلى بعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة بشكل عام مع المدرب سمير حجازي. رح بلش dead draw. dead draw اللي هي تجديف. 1 2 1 up. 1 2 1 up. كمان خليني اعد اكثر. عم بسحب بظهري اكثر من ايدي، وعم بسحب واعمل سكويز على المسلز. كمان فري 2 لاست 1. اوكي، خلصنا حركة العضلات الظهر بطريقة التجديف. هلا في عندي تمرين اللي بعده اللي هو بدي كمان اعمل
رو بس على الضيق، اوكي، لاخذ غير مجموعه عضليه. فانا اذا واقف بهي الطريقه نزل ظهري وعم بقطع، لاحظتوا كيف عم بنزل الوزن بطريقه مستقيمه ويطلع بطريقه مستقيمه وما عم يفتل ظهري بهي الطريقه. ظهري جالس هون، اوكي، كمان عم عد 12 2 1 سويتش، بدل بس بفتل هيك بالعكس، كمان نفس الشيء، عم عد 3 2 1. مشاهدينا، بالإضافة للرياضة يعد العلاج الطبيعي والغذاء عوامل مساعدة في العلاج والوقاية في إصابات العمود الفقري، فكيف نستفيد من هذه العوامل بطريقة سليمة؟ هذا ما سنتعرف إليه من الدكتور منذر رحمون، اختصاصي علاج فيزيائي وتغذية. أهلا وسهلا فيك، نورتنا يا دكتور. بدنا نبلش من الحالات المرضية للأشخاص المصابين بالديسك أو الانزلاق، انزلاق الفقرات. بدنا نحكي شوي عن أهمية العلاج الفيزيائي. تمام. هلا العمود الفقري بيبدا من الاعلى، من الفقرات العنقيه، الفقرات الظهريه، بعدين الفقرات القطنيه والعجوزيه. تمام. فعندنا المشاكل، اكثر المشاكل بتصير بالفقرات العنقيه والفقرات القطنيه، لانه الفقرات العنقيه هو العنق بتلاقي عم يتحرك لكل الجهات، يمين وشمال وقدام ورا، والفقرات القطنية كمان نفس الشيء، بتلاقي الخصر عم يتحرك لليمين وللشمال لقدام لورا وبينحني. إذا عندنا المشكلة بتصير بالفقرات العنقية، الفقرات السبعة العنقية والفقرات الخمسة القطنية، هدول بتصير المشكلة بهالمنطقتين هدول. هلا إذا بدنا نحكي شوي عن الفقرات العنقية يلي هي كتير 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 متفشية اليوم، نتيجة الكتابة، موظفة، شوفير تاكسي، خياطة، صوف، قاعدة على الفيسبوك، قاعدة على الانترنت، موظفة بإدارة من الإدارات، إذا هي عم بتثبت رقبتها مدة طويلة. التثبيت هالرقبة هي عم بيساوي مشاكل في الفقرات العنقية. بينما الفقرات القطنية كمان نتيجة أمور كثيرة عم تصير، ممكن القعدة الطويلة تساوي هالمشاكل بالفقرة الرابعة والخامسة، وأيام بتنتقل من الرابعة الخامسة إلى العجوزية الأولى. فالقعدة الطويلة بتساوي قلة الرياضة، بتساوي الحمل الأثقال، بيساوي الوزن الزايد، كمان بيأثر بهالموضوع هذا. يعني مع العلاج الدوائي دكتور، ممكن مثلا العلاج الفيزيائي يساعد بتسريع بالشفاء من هاي الحالات؟ أكيد. يعني مثل ما بيقولوا، أنا برتاح لما بروح لعند معالج فيزيائي مثلا بيعمل لي حركات رياضية أو حتى تدليك خاص لهي الفقرات، بيعطيني أريحية شوي يمكن، بس يمكن ما بيعالج بشكل كامل. هلا في حوالين الفقرات بيكون في عضلات اللي هي بتكون الوتاب اللي على داير الفقرات، فقرات العمود الفقري، فهذا ايام بيشد بيتشنج، التشنج هذا بياثر على الفقرات. تمام. بيساوي الم كبير كثير. هون بتكون عندنا المشكله بس فك التشنج، يعني ما تاثرت الفقرات. تمام. اما اذا التشنج طول، خاصة بالفقرات العنقية، إذا التشنج طوال بصير بيأثر على الفقرات. والفقرات إذا تأثرت ممكن يصير في عنا انضغاط الفقرات على بعضها، هون بعدين بصير في عنا انزلاق، بعدين بصير في عنا فتق لبي، إذا بتنتقل المشكلة شوي شوي للأسوأ. فلذلك أنا بنصح إنه ما يستنوا عليه هذا موضوع الألم تبع الفقرات، إن كان قطنية وإن كان عنقية، ما يستنوا عليها، لأنه الانتظار بتتطور الأمور. تمام. وقت بيجي الواحد بياخذ مسكن، مثل ما قال الدكتور تامر، اذا اخذ مسكن خبى المرض. صح. فالمرض شغال، ما عالج. فالمرض شغال وانت مو دريان عم تاخذ مسكن. صحيح. فهون بقى بيزداد الاصابه وبتزداد الاذيه، وانت عم تاخذ مسكن مالك دريان شو عم يصير. يعني دكتور، رح نحكي اكثر بالنوع الغذائي اللي نحن عم نتناوله او حتى المريض بتناوله. طريقه التغذيه ممكن تكون خاطئه احيانا لحتى تؤدي معنا للديسك او حتى ترقق عظام او اي نوع من امراض العمود الفقري، برايك شو هي انواع الغذاء اللي نحن لازم نتبعها؟ هلا في عندنا اغذيه رئيسيه لهالموضوع هذا، عندنا الفيتامين د.
فيتامين د لانه هو اللي عم بياثر بيساوي هشاشه عظام وترقق عظام. هذا نحن كثير كثير عم نفتقده. يعني تلاقي الوحده مثلا اكثر 90% من النساء عندهم نقص فيتامين د، خاصة مثلا تلاقي لك اياها محجبة او مسترة، بفكر حال انه اذا طلعت مشيت بالشمس اخذت فيتامين د. هو الفيتامين د لازم اشعة الشمس تضرب على الجلد مباشرة، مو فوق الاواعي، اها، لا تضرب على الجلد مباشرة. وكل ما كبرت المساحة تبع اشعة الشمس على الجلد كل ما كانت الفائدة اكثر. فهون بتلاقي لك اياها انه والله عم تمشي بالطريق او عم تروح عم تجي انه هي انه عم تمشي بالشمس مفكر حالها انه عم تاخذ فيتامين د، هو لا، بدها تعرض للشمس للجلد مباشرة. عندنا الفيتامين د قليل كثير بالأغذية، يعني مثلا بالبيض بالحليب، هذا قليل كثير. يعني المصدر الرئيسي له الشمس، الشمس اكثر من 70% مصدره الشمس. تمام. يعني مثلا عندنا البردقانه فيها 50 وحده دوليه، نحن بحاجه كل يوم 600 وحده دوليه. كل يوم بحاجه 600 وحده دوليه. اذا كانت البردقانه 50 معناتها بدنا كل يوم 12 بردقانه، ما راح يمشي الحال. فنحن معناتها بنتعرض للشمس، شمس طبعا هلا الشمس القويه ما بتشتغل، بدنا الشمس الصبح. تمام. يعني الساعه 8 7 8 7 ونص 8 هون الشمس كثير مفيده، 10 دقائق ربع ساعه بتاخذي فيتامين د تمام ممتاز. طب بالاضافه للفيتامين د كمان عندنا فيتامين كثير مهم يمكن هو بي 12. هلا بي 12 مهم. تمام. وعندنا فيتامين سي مهم. تمام. يعني هدول الفيتامين سي، وعندنا الزنك مهم، وعندنا فيتامين كاف مهم. البي 12 موجود بالمنتجات الحيوانيه. يعني الالبان ومشتقاته واللحوم بانواعها موجود البي 12. انا ما بنصح ابدا حدا ياخذ بي 12 بدون تحليل. تمام. يعني اول شيء فعلا لازم نجري تحاليل عامه. تمام. للجسم ونشوف امكانيه النقص. تمام. واخذ يعني الفيتامين. في ناس دكتور بتعرف انت قيل عن قال خذ لك خمس ابر، خذ لك ثلاث ابر، انه انت لا. عندك معناتها انا كمان عندي رح اخذ نفس الفيتامين. تمام. اكبر خطا. طيب كثره الفيتامينات هلا ممكن يصير في تسمم بتأتي. تسمم فيتامين وحتى في مثلا البي 12 كثرته ممكن توصل للفشل الكلوي. تماما. هلا البي 12 مثلا محدود بين ال 180 و 900. تمام. نحن بنقول 600 700 ممتاز. تمام. اذا بيتم ياخذ خمس ابر 10 ابر 15 ايام 20 ابره عم يرتفع لل 2000. اها. وبيكون بدون تحليل عم ياخذ هيك انه والله هذا للفيتامين الاعصاب ولازم ناخذه، هذا اكبر خطا، يعني كثرته بتضر وقلته بتضر. تمام. طب نحكي عن الاعشاب، وبتعرف انت مجتمعنا مجتمع بياخذ بالعادات والتقاليد القديمه. تمام. من متوارثه عن اجدادنا. تمام. دائما بيقولوا لك انه خلطات معينه من الاعشاب او حتى مراهم معينه، شو رايك بهذا الموضوع؟ في فوائد كثير بهالامور، هي في فوائد كثير. عندنا مثلاً الكركم، الكركم مضاد التهاب قوي. فالكركم يعني فوائده عظيمة جدا. ممكن نحن الكركم نساويه عجينة وممكن نشربه شرب. تمام. نحط مثلا معلقة كركم. بيعالج الديسك دكتور؟ هلا بيعالج، هو مضادات التهاب، مضادات أكسدة. ما في شيء إنه يعالج، لأنه الديسك هو أذية ميكانيكية. تمام. فبدنا نحن نقوي الغضروف. الغضروف مثلا بدنا ماده جيلاتينيه، بدنا مرقه العظم، بدنا مثلا في عندنا حبوب الكلوكوزامين، بدنا شيء مرمم، بدنا الماده هي الجيلاتينيه بتفيدنا. طيب شو رايك بشرشر القبار دكتور؟ هل مظبوط انه فعلا ما يشاع؟ يعني انا بعرف انه عجينه شرشر القبار انه ممكن هلا شرشر القبار، شرشر القبار ما بنصح حدا يساويها لحاله لانه ممكن تساوي حرق. تمام. يعني اذا ساويت حرق صار بقى في تشوه. شرشر القبار حامية كتير، يعني أيام بنجهز مي باردة كتير وتلج لحتى بعد اللزقة ما يصير في حرق. فهون هي خطرة شرشر القبار، هي طبعا بتصير عجيب. لكن فعلا فائدتها مثل ما بيقولوا عنا دكتور، بس مشان نوضح لأنه في ناس كتير ما بتعرف شو يعني شرشر القبار مثلا. هي عشبة قزمية يمكن. تنمو وين بالضبط؟ هلا بسوريا موجودة بكثرة، بالمحافظات موجودة خاصة بالأرياف. تمام. هي حامية كتير. هلأ ما بتعالج إنه بتسكن. تمام. كمان هي من نوع من المسكنات. ذكر مسكن هي. تمام. يعني حامية. في عندنا مثلا الزنجبيل كمان. تمام. حامي. ممكن الحلبة مع نحطها مع الحليب، حلبة مطحونة مع الحليب ونسويها عجينة نحطها. هلأ في عندنا حالات كتير أكثر من 80% ممكن بالعلاج الفيزيائي تنهيها.
تماماً. 80% من الأوجاع بالعلاج الفيزيائي منهيها. طب بدي أسألك سؤال دكتور، وكتير عم ناخذ استفسارات من المشاهدين، إنه هل فعلاً بعض الأطباء الفيزيائيين يلي بيداووا بالعلاج الفيزيائي عم يعملوا حركات مثل طقطقة العظام أو حتى المساجات اللي يمكن العميقة شوي، فهل هذا صحيح؟ يعني ممكن انه انا لما بدي اعمل مساج للفقرات بيرجع بشكل طبيعي، هذا علاج ام هلا شو؟ في بعض الاطباء خارج سوريا هون، يعني ما في عنا، اللي بيستعملوا طريقه الكايروبراكتيك. الكايروبراكتيك هو عباره عن بيعالج العمود الفقري، بيكبسه بيطقطقه، هذا بس فقط انه اذا فقره اعلى من فقره بيكبسها، هي ما بتعالج الموضوع. يعني اذا طيب ما بتؤدي لاذيه عصبيه لكن دكتور لكن ممكن اذا في فتق لبي بيؤدي لمشاكل، اذا في عنا انقراص على الجذور العصبيه هون، هالكبسه هي بجوز يزيد الانقراص، في شلل. هلا عم بيقول لي المخرج انه كمان عم نحضر فيديوهات كثيره انه عم في مطرقه وفي ما بعرف شو، كمان عم يضربوا على الظهر من العادات يمكن على العمود الفقري، هذا الشيء صحيح ام انه بس يعني الواحد يتفرج بس ما ياخذ بهي العادات؟ لا ما ياخذ فيها، ما ياخذ فيها. هلا ممكن هي تكون شغلات بسيطه، بس مجرد مثل التدليك، يعني تحريك الجذور العصبيه وتحريك، يعني مثل الاجهزه اللي بتساوي مساج، مو اكثر من هيك. اما الشغلات اللي بيكون فيها فتق لبي بدنا حركات خاصه باتجاهات خاصه ما يصير اذيه على الجذور العصبيه. طب المعالج الفيزيائي دكتور قديش لازم يكون فعلا مختص بهذا العلم حتى يعرف تفاصيل العمود الفقري وين توزع الاعصاب، كيف ممكن يحرر مثلا عصب او حتى يريح عضلات اذا كان في عنده تشنج؟ مو اي حدا ممكن نحن أبداً, أبداً, أبداً. لعنده بيصير في ضرر كبير اذا واحد مثلا متعدي على هالامر، هذا بيصير في ضرر كبير، ممكن يؤدي للشلل، ممكن يزيد أزية أكثر. يعني نحن وقت بدنا نعالج بدنا نشوف الصور، بدنا نشوف التقرير، بدنا نشوف الحالة تماما، عاينها سريريا ونفحصه، لأنه في حالات ما بنحسن نحن نتدخل فيها. صحيح. إذا تدخلنا فيها بيزداد ضرره أكثر. فنحن في عنا حدود للمعالج الفيزيائي، أكثر من هيك صار بده بقى ممكن عملية. تمام. طب دكتور شو أهم النصائح هيك بشكل سريع اللي أنت ممكن توجهها لمرضى الديسك أو حتى مرضى العمود الفقري بشكل عام؟ هلأ على حسب الحالات اللي بتجيني عنا، الوزن، تنزيل الوزن مهم جدا. تمام. يعني الوزن عم يأثر على الفقرات القطنية وعم بيأثر على الركب. وعم بتزداد مشاكل الركب، بيضغط العظم الفخذ على عظم الساق وعم بيساوي تفتت وعم بيساوي احتكاك وعم بيساوي ألم شديد. إذا في عنا الوزن هذا مهم جدا. في عنا الحمل، ما نحمل، يعني بتجيني مثلا النساء بتتقوى بحالها، بتلاقي حالة انه حركة ومرتاحة تماما. بتلاقي بتحمل كنباية، بتزيح خزانة، هذا المفروض ما تتقوى بحالها. ما تحمل. ونحن قلنا قبل مع الدكتور تامر انه اعمال المرأة هي هي فقط عقوبة وليست رياضة. بدها ما تتقوى بحالها، يعني بتم الانسان ضعيف حتى لو كان قوي ضعيف. صح. حركه غلط بتساوي اذيه. طيب. والاذيه اليوم بالفقرات القطنيه مو شغله سهله وما بتنتهي بسهوله، ممكن تنعطب. طيب. فلذلك الحمل ما بنصح فيه، الوزن الزائد بدنا ننزله، التغذيه. طيب. الفيتامين سي مهم، الفيتامين د مهم، فيتامين بي 12 لكن بعد التحليل طبعا. أكيد دكتور بدنا نشكر حضرتك على هالمعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها، بتمنى الصحة والسلامة للجميع. بدي أشكر حضورك معنا دكتور منذر رحمون، حضرتك اختصاصي بالعلاج الفيزيائي والتغذية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا لهون نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة، على أمل لقاء بكم بحلقة جديدة من برنامج شاي أخضر، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.